السلام عليكم. سامسونج جالاكسي S23 الترا يقدم 5 ميزات حصرية لن تجدها في الهواتف الأخرى. كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. ولكن قبل أن أبدأ أتمنى لكم دعم القناة بقوة، ولكن نصل بسرعة 100,000 مشترك. فضلا منكم وليس أمرا بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس وخسر الكل وتوتا وأول، ولا تنسى دعم قناة مدينة دارة عبر الضغط على زر الشكرات. ميرسي أو تانكس. تابع الفيديو حتى النهاية. تم الكشف عن سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي S23 في حدث انباكت في الأول من فبراير، وحظيت باهتمام واسع النطاق من عشاق التكنولوجيا. الطراز المتميز في هذه السلسلة هو سامسونج جالاكسي S23 الترا، والذي يتميز بميزات رائعة تجعله الرائد في هواتف سامسونج. ولقد قمنا بإدراج هذه الابتكارات لك في هذا الفيديو فيما يلي 5 ميزات جديدة لهاتف جالاكسي S23 الترا. أهم 5 ميزات في هاتف سامسونج جالاكسي S23 الترا: أولا، فير كلوكيد أو سناب دراجون 8 جين 2. يستخدم الجالاكسي S23 الترا مثل بقية السلسلة أحدث معالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني من كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يوفر زيادة بنسبة 34% في أداء وحدة المعالجة المركزية، وزيادة بنسبة 41% في أداء وحدة معالجة الرسومات، وتحسين أداء الـ NPU بنسبة 49% مقارنة بالجيل السابق. ومع ذلك تعاونت سامسونج وكوالكوم لمنح سامسونج جالاكسي S23 الترا ميزة طفيفة من خلال استخدام متغير الفير كلوكيد من سناب دراجون 8 جين 2، ويهدف هذا التعاون إلى جعل S23 الترا بارزا كرائد بين منافسي الأندرويد، لا سيما من حيث عشرات المعيارية أو يعني من حيث عشرات المعيارية 2 إلى آخره. أول هاتف يستخدم الكورنينج غوريلا فيكتوس 2، وهذه هي الميزة الثانية. هذا الهاتف محمي بأحدث كورنينج غوريلا جلاس أو بأحدث حماية، وهي كورنينج غوريلا جلاس 2، والذي يغطي كلا من الواجهة الأمامية والخلفية من الجهاز. وتم تصميم هذه التقنية المتطورة لتحمل الظروف الصعبة وحماية الهاتف من السقوط العارضي. وفقا لكورنين، يمكن للكورنينج غوريلا جلاس فيكتوس 2 تحمل السقوط حتى متر واحد على الأسطح الصلبة مثل الخرسانة، وما يصل إلى مترين على الأسطح التي تنسخ الإسفلت. وهذا يعني أنه حتى أولئك الذين يختارون عدم استخدام حافظة أو واقي شاشة أو كوفر يمكنهم الشعور بالثقة في متانة أجهزتهم. وسواء كنت عرضة لإسقاط هاتفك أو ترغب ببساطة في راحة البال، فإن حماية الكورنينج غوريلا جلاس فيكتوس 2 للجالاكسي أو لهاتف الجالاكسي S23 الترا توفر طبقة إضافية من الأمان، أكثر أمان. الميزة الثالثة: كاميرا رئيسية ب 200 ميجا بيكسل من إيزوسيل HP2 من سامسونج. ميزة أخرى في سامسونج جالاكسي S23 الترا هي الكاميرا التي تبلغ دقتها 200 ميجا بيكسل. هذه الميزة وهي الأولى من نوعها لشركة سامسونج، وإضافة جديدة لصناعة الهواتف الذكية، وتضيف بعدا جديدا لتصوير الفوتوغرافي بالهاتف المحمول باستخدام مستشعر الإيزوسيل HP2. من الممكن التقاط صور أكثر تفصيلا ووضوحا. وتعد سامسونج بأداء أو تعدنا سامسونج بأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة ونطاق ديناميكي محسن. لست مضطرا إلى التقاط صور بدقة عالية، حيث يمكنك الاختيار من بين 3 درجات دقة 12 ميجا بيكسل و 50 ميجا بيكسل و 200 ميجا بيكسل. الميزة الرابعة: تخزين الـ UFS 4.0 وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X. سلسلة الجالاكسي S23 أسرع وأكثر استجابة من أي وقت مضى بفضل معيار التخزين الـ UFS 4.0 الأحدث وذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X. يوفر الـ UFS 4.0 سرعة قراءة وكتابة مضاعفة مقارنة بسابقه الـ UFS 3.1، وهو أيضا أكثر كفاءة بنسبة 46%. هذا يعني أن الـ S23 الترا يمكنه فتح وحفظ الملفات الكبيرة أسرع مرتين من الـ S22 الترا، مع احتمال استهلاك عمر بطارية أقل.
وأما بالنسبة للميزة الخامسة والأخيرة خيارات ألوان جديدة لهاتف الجالكسي اس 23 ألترا. على الرغم من أنه قد يبدو ابتكارا صغيرا، إلا أن الألوان المستخدمة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تصميم الهاتف. مع الجالكسي اس 23 ألترا ستحصل أيضا على ألوان جديدة مثل الفانتوم بلاك والكريم والجرين واللافندر، كما في السابق يمكنك الحصول على خيارات ألوان حصرية بما في ذلك الجرافيت والليمون والأزرق السماوي والأحمر إذا قمت بالشراء مباشرة من موقع الويب الرسمي لشركة سامسونج. ما هي أبرز ميزة نالت إعجابكم في هذا الفيديو من سامسونج جالكسي اس 23 ألترا، وهل يستحق يعني أن نسمي هذا الهاتف بالوحش أو ملك الهواتف؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.